السلام عليكم طلاب الصف السادس العلم الأحيائي ودرس جديد من دروس مادة الأحياء، واليوم وصلنا إلى الفصل الثالث وموضوع التكاثر في النباتات. مثل ما تشوفون طلاب، هذا أنا مركز الصورة على هذا الرسم. هذا الرسم مهم جدا جدا ويجب حفظه، وجاي بالبكالوريا مرتين. هسه راح نشوف إنه هذا أيضا الموضوع مهم جدا، لأن إذا ما افتهمت بالبداية التكاثر في النباتات ودورة تعاقب الأجيال في النباتات، ما راح تفتهم المواضيع اللي بعد شوية بها صعوبة. فيجب التركيز على هذا الموضوع جدا وحفظه من خلال الرسم. بالبداية أول شيء لا تقرأ الموضوع، احفظ هذا الرسم، رسمه مرتين ثلاثة أمامك بالورقة، وبعدين ابدي افتهم الموضوع ثم احفظه. وارجو مشاركة هذا الفيديو مع اصدقائك او زملائك الطلاب لتعم الفائدة. طلاب طبعا تشوفون خلال هذا الرسم دورة حياة النباتات تمر بطورين، اللي هو طور البوغي والطور المشيجي. طبعا شو تضم مملكة النباتات؟ تضم مملكة النباتات احياء احادية الخلية حقيقية، متعددة الخلايا حقيقية النواة ذاتية التغذية. إذا قال لك شنو السبب أنها تعتبر ذاتية التغذية، نعرف أنه نقول له الجواب، لأنها تحتوي على صبغة الكلوروفيل اللي تحلها عملية البناء الضوئي لتغذية نفسها. طبعا هذا أول تعليل بالموضوع هذا. التعليل الثاني أنه راح يقول لك انه كيف تثبت او انه النباتات انحدرت من نسل قديم جدا من الطحالب والخضر قبل 500 مليون سنة. هسه راح ننطي ثلاث اسباب انه اثنين هن انحدرن من نفس السلف اللي هو احد الطحالب الخضراء. اولا السبب الاول انه اثنين هن هذا الطحلب والنباتات تحتوي على صبغة الكلوروفيل وبعض الصبغات النباتية. ثانيا انه اثنين هن يحولن الغذاء الزائد في داخل اجسامهن الى وخاصة الكربوهيدرات وتخزنها بشكل نشا، اي خزن الكربوهيدرات الزائدة في اجسامها بشكل نشا. السبب الثالث أنه جدران الخلية فيهما اثنينهم تحتوي على مادة السيلولوز. هنا تتضح من خلال هذا الرسم أنه في مملكة النباتات ظاهرة تعاقب الأجيال. هسه شنو تعريف تعاقب الأجيال؟ هي ظاهرة واضحة للتكاثر في النباتات، وتعني أن دورة حياة النباتات الكاملة تمر بطورين، أحدهما الطور البوغي وهو الطور اللاجنسي، والثاني الطور المشيجي وهو الطور الجنسي من خلال ما نشوف بهذا الرسم. نجي هسه الطور البوغي، وهو الطور اللاجنسي الذي تنتج فيه الأبواغ وتكون ذات عدد كامل من الكروموسومات، أي 2 سين. وعندما ينضج هذا الطور في داخل الحافظة البوغية، هذه الأبواغ تمر بعملية انقسام اختزالي مثل ما نشوفها، وتتكون أبواغ 1 سين. هذه الأبواغ اللي هي 1 سين تهيئ لبدء الطور المشيجي اللي هو يتكون من سين 1 من الكروموسومات. نيجي هسه نعرف الطور المشيجي. الطور المشيجي وهو الطور الجنسي والذي تنتج فيه الأمشاج الذكرية والأنثوية. يبدأ هذا يبدأ الطور البوغي بعد هذا الطور المشيجي بأنه تقوم هذه الأمشاج أولا بعملية انقسام خيطي، تكثر عددها ويكبر حجمها، ثم تقوم هذه بالاتحاد فيما بينها بعملية الأخصاب لتكون لنا الزيجة اللي هي 2 سين. إذن تحولنا من الطور المشيجي إلى الطور البوغي اللي رجعنا 2 سين، وهكذا
تتكرر هذه العملية تكون طور بوغي ثم طور مشيجي وهكذا تستمر دورة حياة النباتات. إذن نعيد شرح هذه الطور البوغي اللي يكون في عدد الكروموسومات 2 سين في موجودة في داخل الحافظة البوغية أو الخلية الأم للأبواغ. وهذه طبعا الأبواغ راح تمر بانقسام اختزالي تكون أبواغ 1 سين. هذه أيضا الأبواغ تمر بعملية انقسام خيطي قلنا ليكثر عددها ويكبر حجمها، ثم هذه تشير إلى بدء الطور المشيجي بعد ما خلصنا الطور البوغي. هذه كلهن راح يمرن قلنا شنو انقسام خيطي، أيضا يكثر عددهن ويكبر حجمهن، والأمشاج ستتحد بعملية الأخصاب وتكون الزيجة اللي ترجع اللي هي 2 سين. إذن بدأ الطور البوغي من جديد. هنا طبعا طلاب أكو هنا أيضا تعليل ثالث اللي هو كلما تقدمنا في سلم التطور في النباتات نجد أن الطور المشيجي يظهر اختزالا ويصل قمة الاختزال في النباتات الزهرية. هنا شنو جواب ليش يظهر الطور المشيجي اختزالا وخصوصا في النباتات الزهرية؟ لأن النباتات الزهرية تكيفت للمعيشة على التربة أو على الأرض. وشكرا لكم. وسنأخذ كمثال للنباتات، نأخذ بالبداية السرخسيات ثم الحزازيات ثم النباتات الزهرية، وكل واحد راح نأخذ عليه مثال أحد نباتات اللي هي البوليتراكم والبوليبوديوم ثم النبات الزهري. وشكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في محاضرات جديدة.